ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا شامل داخل الصلاة وخارج الصلاة. وله أن ينوع، جاءت السنة بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وجاءت السنة كما ثبت أعوذ بالله السميع العليم، بزيادة السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الهمز الوسوسة، ويدخل في ذلك الصرع، ونفخه النفخ والكبر، النفخ والكبر. ولذلك عندنا سأذكرها باللهجة العامية، بعضهم يقول فلان نافخ نفسه، نافخ نفسه، لأنه متكبر، هذا هو النفخ. لكن النطق الصحيح فلان نافخ نفسه. فالشاهد من هذا من أن النفخ هو الكبر، ونفثه يدخل في ذلك السحر ومن شر النفاثات في العقد، ويدخل في ذلك الشعر المذموم.